وسهلا بكم مشاهدينا في كل مكان. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر ولله الحمد، الحمد لله كثيرا ونحمده حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. حياكم الله مشاهدينا في كل مكان، وصباح الخير عليكم. أول أيام عيد الأضحى المبارك عاده الله علينا وعلى كل الأمة الإسلامية والعربية باليمن والخير والبركات. كل سنة وانتم طيبين، وكل عام وأنتم دائما بألف خير. العيد السعيد ينعاد عليكم إن شاء الله دائما بالمحبة والسعادة والسلام، جناكم زي ما وعدناكم، وإن شاء الله دائما كل الناس تفرح وتسعد. على كل الناس اللي بتقول كل سنة وانتم طيبين، والناس اللي بتقول دائما العفو في العافية، عساكم دائما من عوادة وينعاد على السودان بالخير والطمأنينة والرفاه والتطور والنماء والازدهار للبلد الحبيب السودان. مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان، وكل من يتابعنا على الهواء، وخط الهاتف حيظهر أسفل الشاشة للمشاركة والاتصال بنا على الهواء، مساحة للتهاني وأيضا مساحة للأمان من خلال مشوارنا. على كل الناس اللي عاوزة تقول كل سنة وانتم طيبين والعيد مبارك عليكم ينعاد بالخير، على كل الناس المشغولين بالخروف وإعداد الشية، وإذا كان الناس اللي مشغولة بالمرارة، إذا كان بالكبدة، بالكمونية، حتى بعض من التفاصيل والشطة الخضراء، لمة عائلية جميلة جدا، وحياتك من أول يوم بتكون يا جلال. يا رب دائما كل أيامكم سعيدة، لمة الجيران ولمة الأهل والأصدقاء، وعلى كل الناس اللي بتدخل على البيوت إذا كان بالنفاج وبتقول كل سنة وانتم طيبين، عوافي عليكم، عساكم دائما من عوادة. أهم حاجة مظاهر التكافل الاجتماعي، ونحن في أول أيام عيد الأضحى المبارك. يا ريت كل زول ربنا من عليك بالخروف، إنك أنت اشتريت الخروف، فبكل بساطة أعزم الجيران، وزع للفقراء، للمساكين، للمحتاجين، أدخل الفرحة والبسمة والسعادة على قلوبهم وحتى في بيوتاتهم السودانية. يا ريت كلنا نتكاتف، والكل بيعرف وبيعلم الظروف الاقتصادية الصعبة اللي بيعاني منها السودان. مساحة مخصصة من قناة الهلال الفضائية باسم رئيس مجلس الإدارة دكتور أشرف سيد أحمد الكاردينال، وباسم المدير العام الأستاذة فاطمة الصادق، نغلف إليكم التحايا الصباحية، نهديها لكل مشاهدينا في الداخل وأيضا في الخارج، ونبارك لكم العيد السعيد باسم كل الأقسام في قناة الهلال، إذا كان قسم المذيعين، إذا كان القسم الفني، إذا كان قسم المونتاج وإدارة القناة والمخرجين. نتقدم بأحر التهاني وأجمل التهاني وأصدق التهاني لجماهير الشعب السوداني بعيد الأضحى المبارك. إن شاء الله دائما ينعاد علينا بالخير والمحبة والسعادة والسلام. كل سنة وانتم طيبين، وكل عام وانتم بألف خير. طاقم البرنامج يتحضر لبرمجة عيد الأضحى المبارك. طاقم برنامج اليوم بحييكم أحلى وأجمل تحية. جلال كل سنة وانت طيب، وكل عام انت دائما بألف خير. جلال مخرج البرنامج، العفو في العافية كمان يا جلال، وبتحيي ليك كامل كيمو، كل سنة وانت طيب والعفو في العافية كما كامل، وإن شاء الله دائما تكون بخير. وليلة اليوم اختيار أحلى وأجمل الأغنيات السودانية والعربية من خلال مشوارنا، إشراقة على غرفة الاتصالات، إشراقة دائما مشرقة في كل صباح. حياك وعساك بألف خير، كل سنة وانت طيبة والعفو في العافية إشراقة. ومحمد تاج السير العين عدسة الكاميرا، محمد العفو في العافية، إبراهيم هيمة هندسة الاستوديو، حياك وعساك بخير، العفو في العافية. ويمكن تحية ليك في البث المباشر، مين؟ أيمن منعم، منعم كل سنة وانت طيب، وكل عام انت بألف خير، وعلى كل أهلنا في شرق النيل، وإن شاء الله دائما تكون بخير. سامي برهامي تحية ليك يا سامي، لعائلتك في السودان ولهم في أثيوبيا، كل سنة وانت طيب يا سامي والعفو في العافية كمان. وداخل الاستوديو الزميلة شيماء سعد، شيماء كل سنة وانت طيبة شيماء، حال تلتقيكم بعد قليل في محطة لايف يو، وأيضا حديث ومعايدات من الشارع العام، وناس تبارك وتهني بكل الود والحب. هاكم تحياتي أنا محمد يوسف، وحييكم لكل المشاهدين ولكل المتابعين. إذا في عصبت شوية على لأنه سماع صوت التلفزيون أحيانا، حتى من خلال بعض من مواضع النقاش بالرأي والرأي الآخر، جميعا بقول لكم العفو في العافية، وكل سنة وانتم طيبين، وإن شاء الله دائما العيد السعيد ينعاد علينا بالخير والمحبة والسعادة، وإلقى دائما كل القلوب تقية نقية، وجيناكم زي ما وعدناكم.
كامل كالعادة في كل صباح، لحن الصباح مع كل مشاهدينا، وبعد قليل خبط الهاتف حيظهر أسفل الشاشة للمشاركة والاتصال بنا على الهواء من خلال مشوارنا. كل سنة وانتم طيبين مشاهدينا، وكل عام وأنتم دائما بألف خير. عيدكم مبارك وعساكم من عوادة، وحياك يا عيد، حياك يا عيد.